بسم الله الرحمن الرحيم. الـ urinary system النهاردة نتكلم على الـ function of the urinary system، يعني وظائف الجهاز البولي. First one، urine is being produced by the kidney. طبعا بيعمل ايه بقى الجهاز البولي او الكلية؟ carry out excretion metabolic wastes، يعني carry out excretion of metabolic wastes، يعني تحمل المنتجات الأيضية الضارة اللي هي المواد السامة، المواد الإخراجية خارج الجسم. زي إيه الميتابوليك واستس؟ زي اليوريا. إذا برايمري نيتروجينوس واست برودكت أو الباي برودكت اللي هي الإند برودكت لعملية الديأمينيشن بتاعة الإيه؟ الأمينو أسيد ميتابوليزم. يعني لو حصل فيه كاتابوليزم الأمينو أسيد تطلع منه مجموعة الأمين. المجموعة الأمين دي في عملية الديامينيشن تبقى تكون الأمونيا، والأمونيا very very toxic زي ما قلنا قبل كده. طيب تتحول بعد كده إلى يوريا، واليوريا بتبقى less toxic than الأمونيا في الموجودة في الجسم، وبالتالي بتخرج في الإيه البول أو في المية. high energy phosphate in muscle اللي هو الكرياتين فوسفيت. النتيجة الكرياتين فوسفيت الموجود ده بيتكسر فبيدي لك الكرياتينين، والكرياتين فوسفيت قلت لك بيتحول يبقى كرياتينين، وده برضو من ضمن الايه النواتج الايه النيتروجينية السامة برضو الموجودة في الجسم. طيب بعد كده النيوكليك اسيد لما يحصل له بريك داون في النيوكليك اسيد يطلع خصوصا الادينين والثايمين يديك اليوريك اسيد، يبقى النيوكليوتايد لما تتكسر هتدي اليوريك اسيد، وده انسوليبل وده هاي ان ذا بلاد، ده بالذات قلت لك نسبته عن 7 يديك الجوت مرض النقرس. رقم 2 غير ان هو بتخلص المواد بقى السامه النواتج الايض السامه، يعمل مينتين السولت ووتر بالانس، بيحافظ على الاتزان المائي والملحي داخل البلاد، اند thus the blood volume and the blood pressure also maintain in normal values، يعني بحافظ على القيم بتاع حجم الدم وضغط الدم نتيجة انه بيحافظ على الاتزان المائي والملح. طيب لو قولك high salt concentration لما يرتفع نسبة الأملاح في الدم يؤدي إلى increase the blood volume، ليه؟ because of the osmosis process، نتيجة ايه الضغط الاسموزي او عملية الاسموزية اللي هي بتساوي high blood pressure، ونتيجة ايه ارتفاع في ضغط الايه الدم، يبقى ضغط الدم يزيد، لما يزيد السولتس وبالتالي على نتيجة عملية الاسموزية بيسحب المية الموجودة في الانسجة فبيزود حجم الدم عشان يعادل الايه التركيز الاملاح الموجودة ويقلل تركيز الاملاح. طيب maintain appropriate levels of sodium potassium calcium magnesium and bicarbonate in the blood، فبيحافظ على تركيز الايونات دي كمان موجودة في الدم، وبالتالي كده حافظ على مستوى الدم مستوى الماء الموجود ومستوى الاملاح الموجودة في الدم، نتيجة ان لو زادت الاملاح يزود حجم الدم عشان يحافظ على التركيز، وبالتالي يحصل مكتوريشن تبول تخرج كمية الأملاح والمية الزيادة من الدم. رقم 3 maintain الأسيد بيس بالانس، برضو الاتزان الحامض والقاعدي، يعني بيحافظ على ال pH of the blood. ال pH of the blood must be about 7، يعني حوالي 7.4، يعني about neutral يعني أو يعني alkaline، يعني weak alkaline medium. very weak alkaline medium يبقى secreting الهيدروجين ايون. ازاي يحافظ على pH اللي الموجودة؟ الهيدروجين ايون ده اللي بيقلل pH الموجودة، فطالما لو زاد الهيدروجين ايون زي ما قلنا اثناء عملية التنفس مثلا بيزيد الهيدروجين ايون، فبالتالي هو بيحاول انه يتخلص من الهيدروجين ايون الموجود في الدم عشان يحافظ على pH ويرفعها تاني وصلها للايه اس ابوت 7. reabsorbing البايكربونات، وكمان بيحافظ على ايه، يعمل عملية إعادة امتصاص البيكربونات أيونز الموجودة، وبالتالي يبقى أنت الوقت اتخلصت من هيدروجين أيون موجب وخد مكانه البيكربونات السالب، وبالتالي يبقى في عندك توازن كهربي كمان أيوني كهربي، يبقى تخلص من هيدروجين أيون ويعمل ري أبسوربشن للبيكربونات. والبي اتش اوف ذا يورين از اباوت 6،
احنا قلنا الدم حوالي 7.4، هنا البول الخارج البي اتش بتاعته حوالي 6 يعني حامض او اقل من كده، because the diet contains acidic food، عشان فيها الطعام بيبقى فيه المواد الحامضية، فبالتالي يبقى فعلا البول فعلا بيبقى حامض. ده الكيدني تيبيولز وده الكابيلاريز. الكابيلاريز احنا قلنا ايه، يحصل ري ابسوربشن، يبقى بعد ما خرجت في البول وهتخرج بره يحصل لها اعاده امتصاص توصل للدم تاني اللي هو البايكربونات، ونتخلص في المقابل بالهيدروجين ايونز الموجود ده ونتخلص منه، فبالتالي بيحافظ على البي اتش اوف ذا بلاد ويحافظ على الالكتريكال بالانس، الاتزان الكهربي والايوني الموجود في البلاد. الهيدروجين ايون مع البايكربونات هتبقى امونيا وتخرج بره عن طريق البول يعني. النقطة الثالثة أو الرابعة في الـ function of the renal system which have hormonal function، يعني وظائف هرمونية، يعني secrete الـ hormones، وأهمهم طبعا هرمون الرينين which lead to secrete الـ aldosterone، ده بيؤدي إلى إفراز الألدوسترون اللي بيؤدي إلى promotion، بيحفز promotes الـ reabsorption of الصوديوم ions by the kidney، حافظ على إعادة امتصاص الهيدروجين ايون الموجود، وبالتالي بيحافظ على الضغط بتاع الدم. الاريثروبيوتين ده هرمون تاني very important stimulated RBCs production، وله دور مهم جدا في عملية تكوين كرات الدم الحمراء، وده يحصل امتى؟ لما يحصل في هايبوكسيا او نقص في الاكسجين في الدم، تحس الخلايا الموجودة في الجيكاستا جلوميرولاس موجودة في الكدني، فتطلع الاريثروبيوتين هرمون في غاية الأهمية، بيحافظ على زيادة كرات الدم الحمراء عشان تزود الأكسجين الموجود في الدم. كمان بيفرز الفيتامين دي from the skin، هو طبعا بيبدأ في تعرض الجلد في الألترا فايولت راي، ولما يتكون بيتكون يتكون في البداية طبعا يتكون أول حاجة يضاف له مجموعة الهيدروكسيل في الليفر، ومجموعة الهيدروكسيل التانية تضاف في الكيدني، عشان كده بيحصل له اكتيفيشن في الكيدني، ويبقى وصل في الاخر 1.25 داي هيدروكسي فيتامين دي اللي انا بنقول عليه اكتيف فورم اوف فيتامين دي. كمان بيساعد في عملية الامتصاص، طبعا اللي هو الفيتامين دي بيساعد في عملية امتصاص الكالسيوم من الجهاز الهضمي، وبالتالي فعلا الكيدني اهمية كبيرة جدا داخل الجسم. اول حاجه طبعا اختصار كده للوظائف اكسكريشن اوف ميتابولوكوستاز زي اليوريا والكرياتينين واليوريك اسيد، مينتنانس الووتر والسولت بالانس عشان تحافظ على البلاد بريشر، الصوديوم والبوتاسيوم والبايكربونات والكالسيوم، مينتنانس الاسيد بيز بالانس اللي بتعمل اكسكريشن للهيدروجين ايونز وبتعمل ري ابسوربشن للبايكربونات ايونز، تعمل سكريشن للهرمون زي الرينين والاستروبيوتين، وبتعمل اكتيفيشن للفيتامين دي اللي هو اتكون في الجلد، وبعد كده اتنشط او بدأ يتكون في الليفر، وبعد كده ينتهي تكوينه في الكيدني عن طريق الهيدروكسيليشن بتحصل، وبالتالي يتكون الاكتيف فورم اوف فيتامين دي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.